حسيت قديش عم بقدر ساعد الناس ليكونوا أفضل نفسياً وجسدياً. ظهرت من التصوير لأني ضحكت كتير. أنا بحاجة لعلاج بكذا شغل مش بس بالضحك. بتضحك كل شيء، كل شيء بيزبط. نعمل قصص منضحك فيها العالم، بحاجة مين يضحكنا كمان. أنا أصلاً ضحكت بتجرس. ضحك فيه فيد الناس. وسام صباغ بقول لك ألف مبروك. اليوم خبرنا ليش فكرة هيدي الأكاديمية، خاصة أنه في كتير أشخاص اعتبروا يعني خارجي عن المألوف لأنه في علاج بالضحك. صحيح، من بعد ما بلشت لي أشهر بموضوع العلاج بالضحك اللافتر ثيرابي، حسيت قديش عم بقدر ساعد الناس ليكونوا أفضل نفسياً وجسدياً. من هون خلقت فكرة سولوس أكاديمي، بأنه نقدر نوظف الفن كله سواء تمثيل أو رسم أو أي فن لخدمتنا ليخلينا يعملنا تغيير إيجابي أفضل. خبرنا شو رأيك بأكاديمية خاصة للعلاج بالضحك؟ هذا شيء جديد، شيء بحاجة له اللبنانية هلأ. أول شيء يوغا ولافتر فيها ضحك، بس أنا وسام صديق عمري هو من الأشخاص اللي بضحكوني كتير يعني، وهو بالحياة بعد أهضم بكتير من لما نشوفه على التيفي يعني. في شي مرة تعرضت لموقف محرج عملت هيك نوبة ضحك بمكان عام؟ صاير أن وقفت تصوير وظهرت من التصوير لأني ضحكت كتير. الضحك على الأكيد أنه هو ممكن يكون علاج، بس مع وسام والطريقة اللي عم يعتمدها وسام بضمن لك أنه النتائج بتكون مضمونة يعني لكل الأشخاص اللي عم يشوفوا. وأنا بدي استغل الفرصة تقله لوسام مبروك على هالأكاديمي الحلوة. هل بتشعر كارلوس انه انت بحاجة للعلاج بالضحك هيدي الفترة؟ انا بحاجة للعلاج بكذا شغل مش بس بالضحك. شو يلي بيضحك كارلوس عزار؟ الشخص الذكي يعني الموقف الذكي، هذا اللي بيضحكني. الضحك كتير مهم بالحياة، حلو نضحك ونطلع كل شيء جواتنا. هل خضعت للعلاج بالضحك؟ انا بعالج حالي بحالي، خضعت بشكل رسمي لا، بس انا معروفة بضل اضحك، ف يلا بتضحك كل شيء، كل شيء بيزبط. شو الأمور المعينة يلي ممكن تضحك ريتا؟ ممكن حركة، ممكن نظرة، ممكن شي صار بغير محله دغري بضحك يعني. هل تعرضت بشي يوم لنوبة ضحك قدام العالم؟ بتصير أوقات لما تكوني عم تاخدي بالخاطر بعيد من هون، ويمكن أوقات بتصير مع أصحاب يعني اللي جاية أنت تاخدي بالخاطر معهم، بتصير شي موقف وبيضحكك. هيدا وسام كان حلم عنده من وقت ما تخصص بالعلاج بالضحك، واليوم عم بيحققه. مين الشخص كمان اللي بيضحك؟ وسام. وسام فنان بكل شيء. مين أكتر شخص ممكن يضحكها لختام اللحام؟ طبعا وسام. بدي أقول مبروك لوسام على هالأكاديمي اللي هي كلها full of life. مين أكتر شخص بيضحك ريان؟ أكتر شخص أنا بفتكر هلأ الريلز على إنستغرام أكتر شيء بيضحكوني، بس إنه أنا حدا كوميك بحياتي فبقلب كل شيء مزح. هل في شي مرة تعرضت لموقف مضحك أو نوبة ضحك بالمكان العام؟ ايه أنا أصلاً ضحكت بتجرس، يعني أنا بس كون عم بتضحك بيقولوا لي إنه بليز خلص نحنا ببابليك بليز. وأنا من أول المشجعين إنه وسام يفتح أكاديمية لأنه بيستحق، وحلو هالمواهب الجديدة اللي عم تطلع تكون بإيدين أمينة. هل تعرضت بشي يوم لنوبة ضحك بمكان عام؟ مرة صارت معي على المسرح واضطريت إنه أترك دوري وفوت على الكوليس. بتصير معنا أوقات. شو أكتر شي بيضحكها لفيفيان أنطونيوس؟ ومين الشخص كمان اللي ممكن يضحكها؟ وسام من الأشخاص اللي بيضحكوني، أكيد جورج خباز، فادر عايدن. بدنا ضحك مش مزبوط، فحالة نكون وين ما نكون موجودين نضحك ونعطي هيدي البوزيتيف فايبز، لأنه يعني ما في شي الحياة قديم، بدنا نضحك وبدنا نتسلى، وبذات الوقت عم بيشتغلوا مع وسام وعم بيطوروا موهبتهم. كلنا بحاجة لضحك، يعني نحن الأوقات نعمل قصص منضحك فيها العالم، بحاجة مين يضحكنا كمان. هل تعرضت بشي يوم من الأيام لنوبة ضحك بمناسبة خاصة؟ ايه بتصير معي صراحة. كيف تتصرفي بهيدا؟ بطلع لبرا وبجرب هدي حالي أو بفكر بشي بزعل أو هيك لحتى ما بقى أضحك، لأنه أوقات خلص بتعلي عليك الضحكة، يعني أوقات بتتذكري شي صاير معك وبتفر تضحك، فمش منيحة إذا كنت قاعدة بميتينج أو شي وسهيتة يعني. أكثر شخص بضحكها ليال؟ أكتر شخص بضحكني بي. أنا اليوم مبسوط بابني، بعتبره وسام صباغ على الخطوة الجريئة اللي هيدي بدها مجهود كبير. شو أكتر شي بضحكه لأبو سليم؟ أكتر شي بضحكني الشي اللي منو مألوف والشي اللي ما بتتوقعي، هذا الضحك. ومين بضحكك؟ كل مشهد بشوفه
إن كان طبيعي إن كان معمول بشغل أو بتشوفيه بالطبيعة بيضحكني. بس قلنا عدد من الزملاء لحضرتك موجودين إن إيه بين أكتر شخص بضحككم إله وسام صباغ، قد بيعني لك هيدا الأمر؟ بيعني لي كتير، لأن أنا يعني ربيت أنا وياهم، وتكون أنا بالتصوير بكونوا كلهم مبسوطين لأن بتكون الأشياء كلها ضحك ونحن منعيش مع بعض أشهر.